اهلا وسهلا بكم مجددا كل الناس اللي بتتابعنا عبر صباح الشروق. بنتواصل معاكم وفقراتنا متواصله. خلونا نشوف موضوع ابتدناه الخميس الثلاثاء الماضيه وكنا بنتكلم عن العلاقات الزوجيه. وبما انه نحن دكتوره ساره هي دائما معانا في كل اسبوع تكلمنا. اليوم موضوعنا حساس ومختلف وتناقشنا فيه الاسبوع الفات وقلنا انه نحن لازم نسلط عليه الضوء عشان ما نتعرف على شنو الاسباب اللي بتخلي الازواج وتخلي المشاكل الزوجيه تكون فيها واحده من الخيانات. والخيانات هي متعدده وليس ممكن تكون واحده نتعرف عليها من خلال دكتوره ساره ابراهيم محمد اكاديمي متخصصه في الاعلام المجتمعي. اهلا وسهلا بك دكتوره ساره. صباح الخير عليك. صباح الخير، صباح السعاده، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح الحب على كل مشاهدي قناة الشروق داخل وخارج. صباح جميل زي إطلالتك. جميلة أنت وجميلة القعدة معاكم ذات، يعني أنا بفتكر أنه وجودي في الشروق ده من أجمل الحياة، أنا بستمتع بها يعني. تسلمي. ونحن كمان والمشاهد أيضا بنستمتع. لكن دكتورة سارة لما نقول خيانة زوجية الناس بيحسوا كلمة كبيرة، وأي زول قد تلقاه الدهش، وفي زول بيقول لا حول الله، في عبارات طبعا كثيرة وتعابير كثيرة عند الناس، لكن ما بننكر انها موجوده. طبعا ده اسمه زي ما احنا المفروض قلنا انه عدم الرضا الزواجي والفشل في اختيار الشريك دائما بيؤدي لكثير من المشاكل، اللي هو ممكن قلنا اهم المشاكل اللي بتجي اللي هي الخيانه الزوجيه. وطبعا زي ما قلت الناس ممكن يقول لك لا هي ما موجوده، او والله الموضوع ده ما بسيط. هو ما بسيط يعني ليه؟ لانها هي في كثير من الخيانات الزوجية بتكون غير معلنة أو غير معروفة. الحاجة طبعا أنت ممكن تكوني لاحظتيها أكثر أو ظهرت أكثر بشنو؟ بظهور وسائل التواصل الاجتماعي. أيوه. اللي هي أنا بقول لهم دائما العدو اللدود للاستقرار الأسري. أنا مسميها كده وسائل التواصل الاجتماعي العدو اللدود. صحيح. للاستقرار الأسري. الخيانة الزوجية طبعا هي في تعريفها البسيط يعني سببها شنو؟ هي أول شيء بقول هي طبعا الناس بيقول لك بيفتكروا إنه الخيانة الزوجية دي إلا بس يا هو تكون الرجل أو الإمرأة في ممارسة يعني حميمية أو علاقة جنسية بس، لكن أبدا هي الخيانة الزوجية تتعدد. يعني هي بتبدأ من الكلام بالتلفون يعني، وممكن إقامة علاقة عاطفية زي ما ضروري تصل إلى المراحل الجنسية، يعني علاقات جنسية وعلاقة. فتتعدد الأسباب الخيانة، لكن إحنا طبعاً في البداية يعني ممكن من أهم الأسباب الأكثر شيوعا يعني الفتور في العلاقة العاطفية. دائماً بيكون في فتور في العلاقة في العاطفة، وبرضه ذكرناها من فترة قلنا إنه الناس بعد الراجل دائماً حاسس بملل وحاسس إنه غير روتين. الفتور في العلاقة العاطفية ده بيجي من وين؟ إحنا دائماً بنهتم بإشباع مثلا احتياجاتنا دائما من الاكل ومن الشرب ومن النوم ومن اللبس كده. نفتكر انه العاطفه دي ما ضروري، يعني احنا ما بنهتم باشباع العاطفه وكل من فتره من الفترات ما قاعدين نعمل لها تجديد. يعني هي العاطفه دي زيها وزي اي حاجه بتنقص، يعني ما بتنقص كل ما فتره من الفترات بتبقى ناقصه. فاحنا محتاجين اننا كل فتره من الفترات نعمل ليها ريفريش كده، يعني نحسينا كده ونصلحها كده، ويقول لك اسكاء جذوه العاصف يعني العاطفي، يعني كل فتره من الفترات نشعل النار بتاعتها تبدا تخمد. محتاجين اننا نشعل النار دي عشان تكون دائما متقده كده. الحاجه دي بقول لي بتجي وين؟ لما العاطفه تفتر الانسان بيبدا يفتش عن عواطف خارج اطار المؤسسه الزوجيه. نعم. طبعا احنا ما حنقول الرجل او المراه، احنا الحاجه دي عندنا الاثنين الجنسين، لانه حتى العقاب يا اخواننا في القران جل الاثنين، لكن المجتمع واحد ما ربنا ما قال الرجل عقابه برا والمراه عقابه برا، لكن مجتمعنا بيشوف انه من الرجل عادي. الخيانه حقت الرجل مقبوله، ايوه، لكن حقت المراه ما مقبوله. ليه؟ ما المجتمع ربنا ما قال، ما فصل. احنا دائما مشكلتنا انه الدين ده قاعدين نكت بعيد دائما في اصدار احكامنا على الاخرين. فالإنسان لما تبدأ جذوة العاطفة تقل أو تبقى ما فيش معدومة، بيبدأ الرجل أو المرأة يبحث عن عاطفة خارج المنزل. والعاطفة طبعا وسائل التواصل الاجتماعي طبعا إذا ما أقول فتحت لك الباب. واحدة من الحاجات اللي أنت حتذكريها وسائل التواصل الاجتماعي، رجل ومرته هم قاعدين في أمان الله، فجأة هي عندها زميلة من الجامعة زمان أرسل لها رسالة
في الماسنجر، وقد تكون هي الرسالة عادية لكن أشعلت نيران وخلت إنه يبقى معناه أنت بينك وبينه في تواصل، هل ده نوع من الخيانة؟ لا طبعاً، هي الخيانة ما بتوصف بخيانة إلا لو إنها هي بدت شنو؟ بدت في إغامة علاقة عاطفية، يعني بدت شنو؟ ما ممكن نتكلم التواصل العام، صحيح، الورثة العامة، لكن لا، الود والحميمية والاهتمام الزايد بأصبحتي وأمسيتي ووردة الصباح ووردة المساء الموضوع بيبدا يتطور. بعدين الحاجه الثانيه في اسباب الخيانه الزوجيه، الفشل في العلاقه الجنسيه. العلاقه خلاص بقت بعد ده تاديه واجب، الناس بتتحرف منها، بتلقى الرجل او المراه لزوم مش ناسي كده، انا فترانه، انا تعبان، الراجل بنفس الكلام، انا مشغول والله ما فاضي، فيبدا الواحد يتهرب من العلاقه الزوجيه. العلاقة يبدأ معناها يبدأ يفتش لعلاقة حميمية خارج المنزل؟ خارج المنزل أي بتبدأ، ليه؟ لأنه بقول لك الطرف الثاني مؤكد، حسي معظم الناس اللي بيسمعونا أو حيقول لك كلامه صحيح، بتلقى مثلا الرجل أو المرأة يقول لك الطرف الثاني ما بديني حقوقي، هو يعني الموضوع ده مهمش وتهميش شديد جدا، فيه نوع من الفتور، ما بيأدي لي يعني، بس تأدية واجب، كأنه زول مضطر إنه يعمل حاجة، فبيبدأ شنو يقول لك، أنا بيفتش على علاقة خارج إطار الزوجية. والحاجة دي إحنا ممكن نقول أكثر حاجة ممكن تكون سبب فيها إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية على وسائل التواصل الاجتماعي. الناس بتشوف بقت الأفلام كثير جدا جدا، وبيعملوا حاجة اسمها المحاكاة. الحاجة إحنا مفتكر عند الشباب، لا والله ما عند الشباب، والله الرجال الكبار، عند الاستقرار الزوجي الحاجة دي موجودة في الاستقرار كثير، وتلقى الأخوة أصدقاء سوء ديل يرسلوا كل واحد للثاني الفيديوهات الصغيرة دي، تلقيها بتترسل دي على أرض الواقع راكدة الحاجة دي، بتلقيهم بيرسلوا. فالناس لما يشوفوا الحاجات دي الزول بيبدأ داري يعمل حاجة اسمها المحاكاة. المحاكاة داري يحاكي الحاجة شو شايفة دي، يحاكيها وين؟ ما بيلقى الشريك ما مستجيب له، صح؟ او هو ما فاضي له حقيقي، او هو شايف انه الموضوع ده ما عنده قيمه، لانه احنا بحاجه اسمها الانتقال من الدو في دوره الحياه، من الانسان يكون على نفسه او يكون رجل او امراه من غير الالتزامات الى حاجه اسمها الامومه والابوه. شفتي النقله دي؟ غير انها هي نقله في تفاصيل الشكل، نقله في الاحتياجات حقت الزوج ذاتها. صحيح. فبيبدا المراه تكون عندها اولويات، الراجل عنده اولويات، بتقوم العلاقه الجنسيه تنزل شويه من الاولويات. المراه بتهتم بالبيت وبالاطفال، يقول لك اي الراجل يقول لك ما بتلبس، يعني يكونوا واضحين يعني. دكتوره خلينا نشوف الخيانه دي برضه ممكن تبدا، بيقول لك انه زي ما هو بيتكلم وبيعرف بنات، انا ذاتي اتكلم واعرف اولاد. لكن ما هي السبب شنو؟ ده نوع من الخيانه الضديه، انه انت زي ما انت النديه، انه انت خلاص عملت انا بعمل. لكن ما السبب يبدا شنو؟ ما انت لازم يكون عندك سبب. انت لما تلقى الشريك المعاك في البيت ده، اول هو ما متجاوب معاك، ما فاضي ليك، ما مديك مساحتك من زمنك، ما مديك حاجاتك اللي انت محتاج ليها، يعني حتى مثلا اقول لك كلام ده ممكن يكون رد فعل على الخيانه، يعني مثلا انه زي ما هو بيعمل انا بعمل، في ناس بينتغموا كده الانتغام. لكن في الاسباب الاساسيه بتكون شنو؟ مثلا الواحد يقول لك مثلا الرجل يقول لك والله المراه ما بتزين لي، ما بتجي اهلي، ما بتلبس زي، انا بشوف الحين يعني بديك اكون واضحين، يقول لك بشوف الحين والحاجات الثانيه دي لما يكون عندها مناسبه. هي لو هي ماشيه مناسبه بس اللي بتهتم بالحاجات دي، تتجمل لاغراض ثانيه، تقول لك انها تتجمل لزوجها. اي زول حيقول لك صح، كلامه صحيح، حيقول لك حتى الكحول، يقول لك في العين ما بتتكحل الا هي مارقه، الروح تتكحل الا طالع، ما بعرف شنو، هنا ما بتهتم لي، يعني انا محتاج مثلا الحاجات دي ما بلقاها، بقوم بفتشها برا، بلقى واحده مثلا برا بتتجمل لي بتزين لي تديك كلام طيب، بفتش والمرأة نفس الكلام. خلينا نشوف كيف المراه والرجل هما الاثنين يقدروا يتعاملوا مع الحاجه دي ويقدروا يعملوا كنترول عليها عشان ما تترمم العلاقه الزوجيه. طيب اهم حاجه في الحاجات دي انه نعمل كنترول. اول حاجه انا قاعده اقول شنو؟ اشباع العاطفه، يعني احنا دائما الجانب العاطفي ده نهتم به كثير جدا جدا، يعني حكايه انه الناس يتكلموا لبعض يا حبيبي يا حبيبتي، يعني مشاعر الحب، الكلام عن الحب، الاهتمام بتفاصيل الشريك، يعني يا اخواننا الزول انت ما تاكلوا وتجربوا بس، لابد تهتم بالجانب العاطفي بتاعه عشان الانسان ما يحس بانه عنده فراغ عاطفي، الفراغ العاطفي ده بيقود لحاجات ثانيه. بعدين الحاجه الثانيه المهمه في ان احنا عشان نتحاشى نقع في خيانه او نقع في مثلا مشاكل زوجيه،
لابد نتحدث لبعض. يعني انا لو انا ما مرتاحه معاك في علاقتي الحميميه والراجل ما مرتاح معي اتكلموا. يعني ما معنى نهايه الدنيا انا قلت لك انا مثلا محتاجه ازيد، محتاجه طريقه معينه، الراجل لك محتاج طريقه معينه، الطريقه دي انا مثلا ما مريحاني، كل انسان يتكلموا مع بعض. الجفاف العاطفي الحاصل هو قد يكون ممكن يتكلموا مع بعض حال الاوضاع يعني اللي احنا عايشين فيها مرتاحين فيها كده، محتاجين يعني شكل الرجل والمراه. نحن محتاجين منك روشته اخيره تختمي لنا بها الحوار ده للمرأة وللرجل. طيب أنا قاعدة أقول دائما إنه إحنا مفروض نكون راضيين عن زواجنا 100%. لو إحنا ما راضيين عن زواجنا 100% لابد إننا نفتش ليه كيف نعمل نوع من الرضا. طيب إحنا دائما لو اكتشفنا مثلا إنه في خيانة أو اكتشفنا حاجة زي دي ما نتخذ قرارات مسرعة دائما. يعني الإنسان ما يتسرع في قراراته إنه وبعدين يتحلى بحاجة اسمها المسؤولية، نكون مسؤولين جدا يعني تجاه الزواج ده. يعني ما في داعي ننشر الموضوع ونكبر المواضيع ونحاول إننا نجرو نشوف هل إحنا ما تقصير كان مننا إحنا برضو إحنا أي فعل بيكون إحنا عندنا دخل فيه. طيب الحاجة اللي بعدها المهمة جدا إننا إحنا نمشي للغادة الروحانيين يا إخواننا. يعني إحنا يعني في ناس كده مثلا في ناس شيوخ، في ناس عندهم علاقة بالدين، ناس علاقة عندهم بالاستقرار الأسري، نلقى لهم ما نستشير الناس اللي بيكونوا دائما انفعاليين والناس اللي بيكونوا بيصدروا أحكام مصبغة ويدوك روشتات تخرب عليك بيتك. يعني بعدين استعادة الثقة مهمة جدا. يعني ما الخيانة ما نهاية الدنيا، حتى لو حصلت في الزواج ممكن الناس تستعيد الثقة وتبني جسور من التواصل من جديد. الهدف الأساسي من الزواج شنو الناس يشوفوه؟ احنا دارين نستمر، دارين نربي اولادنا، خلاص على ضوء هذا الاساس الناس تبدا ترمي في العلاقه بطريقه صحيحه، يعني تدي الاخر فرصه، ما نهايه الحياه يعني. ربنا خلقنا قاعد يدينا فرص يعني. اكيد فرصك معنا حتكون كثير عبر صباح الشروق. شكرا جزيلا لاطلالتك هذا الصباح دكتوره ساره ابراهيم، شكرا لك. شكرا جزيلا.